اليوم بأخذكم مع جولة داخل المسجد الأقصى المبارك حتى نتجول في كل المعالم التاريخية والمساجد اللي داخل الأقصى، يعني بين قوسين بدنا نتجول ونعمل لفة في كل 144 دنم اللي هي المساحة اللي في كل داخل الأسوار اللي هي بتشمل المسجد الأقصى المبارك. في كثير ناس اللي في حياتهم لا سمعوا عن المتحف الإسلامي أو المكتبة أو عن بعض المساجد والمصليات اللي داخل الأقصى، فاليوم بأخذكم مع جولة حتى نورجيكم كل هذه المعالم التاريخية والأماكن اللي بتجنن في كل 144 دنم. هاي بدنا ناخذكم جولة داخل الجامع القبلي يا جماعة، ما شاء الله شوفوا ما أجمل الفن المعماري يا إخوان داخل الجامع القبلي. ثاني كم دقيقة وبقيموا الصلاة، صلاة الظهر إن شاء الله. ما شاء الله الزخرف يا إخوان في هذه المنطقة. هذا هو المتحف الإسلامي يا جماعة، المتحف الإسلامي اللي هو موجود في جامع المغاربة سابقا، هذا اللي انتم بتشوفوه يا اخوان، كل هذا هو جامع المغاربة اللي هو بجانب باب المغاربة، وهذا الجامع القبلي ذات القبة الرصاصية. فهنا المتحف يقسم لقسمين، هذا طبعا مصلى النساء، القسم الاول اللي هو في جامع المغاربه والقسم الثاني في جزء من مصلى النساء اللي احنا بنشوفهن، والجزء الثاني فيه المكتبه، مكتبه المسجد الاقصى. يلا بسم الله، هنا بدنا ندخل فيه. هنا مثلا كل هذه الاسلحه القديمه، فين هذه السيوف والخناجر، هذه الاهي اللي مثلا اللي بتكون في اعلى القبه الذهبيه في جامع قبة الصخرة، طبعا بتعود لفترات إسلامية مختلفة كمان. وهيك بدنا ندخل على المكتبة. يلا بسم الله، يعني على قد ما فيها كتب الواحد ما بيعرف إيش بده يقرأ يا إخوان، فلازم الواحد يجي على هذه المكتبة يكون عارف إيش الكتاب وإيش الموضوع اللي بده يقرأ، وطبعا لازم هنا الواحد يعني يستشير ويطلب المساعدة من الموجودين من المسؤولين حتى يعرف وين الكتب أو الكتاب اللي هو معني يقرأ وين موجود، من عبارة عن متاهة. هذه الدرجات يا إخوان تحت الجامع القبلي، هذا الهينا بما يسمى في الأقصى القديم، بأخذكم كمان جولة فيه. هات نورجيكم الأروقة ونورجيكم المسجد من الداخل. يلا بسم الله، هاي احنا حاليا ماشيين في الرواق الأول، طبعا الرواق هو هذا الممر المستقيم اللي انتم بتشوفوه بهذا الشكل، والرواق الثاني موجود هنا، في كمان هنا دخلي حتى الواحد يروح على الرواق الثاني. هذا الرواق الثاني يا اخوان، طبعا هذا القسم الاخير في الرواق الثاني، وهذا اللي عقبالنا يا اخوان اللي هي المكتبة الختانية. خلينا ناخذكم جوا كمان. هذا يا اخوان البير اللي انتم شايفينه، هذا بير زيت كان بالزمانات وتم اغلاقه، وضع قفل هنا من قبل إدارة المسجد الأقصى المبارك بالأوقاف حتى المستوطنين ما يقدروا يقتحموا الأقصى من هذا البير. هذا المكتب الختري يا إخوان اللي هي في اعتبار خارج أسوار المسجد الأقصى المبارك. أسوار المسجد الأقصى المبارك إخواننا لهذا الحد، وهذا اللي هو الباب المزدوج اللي هو أحد أبواب المسجد الأقصى اللي تم إغلاقها. يلا بسم الله، خلينا نبدأ جولتنا. ما شاء الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ ما شاء الله، هذا المكتبة الختانية شوفوا كديه فيها كتب، ما شاء الله، عبارة عن متاهة يا جماعة الخير. اسم الأقصى القديم هو اسم مستحدث، يعني ما كان في شيء اسمه أقصى قديم اللي احنا حاليا ماشيين فيه. هذا المكان كان عبارة عن ممر للأمراء الأمويين اللي كانوا يدخلوا من باب خاص لإلهم حتى يجوا يصلوا في المسجد الأقصى المبارك، والباب اللي هو الباب المزدوج اللي كنا فيه اللي فيه المكتبة الختانية. فكانوا الأمراء الأمويين لما يسكنوا جنوب المسجد الأقصى يدخلوا من هذا الباب المزدوج اللي تم إغلاقه للأسف، وكانوا يدخلوا من هذا الممر اللي كان خاص لهم، تعرف لأنهم أمراء يعني، فكانوا يدخلوا من باب خاص لهم مش مع عامة الشعب. هيك كانت الحياة قبل. بسم الله، هاي بدي أنزل في الإدراج وتم داخل على المصلى المرواني. طبعا هنا قاعدين بيعملوا فيه ترميم ان شاء الله يجهز قريبا. هذه المنطقه بتكون يا اخوان مفروشه كلها سجاد، بس حاليا قاعدين بيرمموا في المصلى المرواني. هذه المنطقه كلها من ضمن الترميم. احنا بنيجي على المنطقه الوسع اللي هي هين، ما شاء الله شوفوا يا اخوان ما اوسع المصلى المرواني. بس يعني بعدنا في البدايه في المدخل. شوف يا اخوان كده فيه طول، هذا اكبر مصلى
في المسجد الأقصى المبارك. كان بالفترة الصليبية والاحتلال الصليبي كان عبارة عن إسطبل خيل، كانوا يربطوا فيه الخيول. في كل هذا المكان اللي أنتم بتشوفوه كانوا هنا يربطوا فيه الخيول، في هذا المصلى كانوا يربطوا خيولهم. فإذا إحنا بنيجي اليوم إخواننا على هذه الأعمدة الضخمة رايحين نشوف حلقات الخيل، هذه الحلقات اللي كانوا يربطوا فيها الخيول. طلعوا كيف يا إخوان، واحدة صابعة بتطلع من الجهة الثانية. هذه المرابط موجودة في جميع الأعمدة، شوفوا هين كمان في هذا المربط، شوفوا جامع كبت الصخرة. حكيت لكم وين ما الواحد يتمشى يا إخوان بيكون مبين عليه. هذا مصلى باب الرحمة يا جماعة. طبعا المصلى هو في الباب، هذا الباب تم إغلاقه فتم تحويله لمصلى، هو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. طبعا باب الرحمة، والواحد بتم نازل من هذا الإدراج يا جماعة، وبنأخذكم جولة على هذا المصلى. بسم الله، نأخذكم في جولة سريعة، ما بدي أطول هنا. هذا مصلى باب الرحمة يا إخوان، اللي هو في الأصل باب الرحمة، فالباب بعد ما تم إغلاقه تم تحويله لمصلى يا جماعة الخير. مصلى باب الرحمة، تشوفوا كيف يا جماعة الخير كل هذا الضخامة في هذا الباب والفن المعماري في هذا المنطقة. شوفوا ما أجمل الشجر يا إخوان، كيف هيك مع الغيم كيف المنظر بستل. هذا جامع البراك يا جماعة، بدي أخذكم فيه جولة. هذا جامع البراك الموجود داخل المسجد الأقصى المبارك. شوفوا كيف الواحد بتم نازل من هذا الإدراج لحد ما يوصل لتحت، ما شاء الله. كثير ناس يا جماعة الخير ما بيعرفوا شيء عن جامع البراك، الواحد طبعا يكون داير باله هو نازل. هنا المنطقة شوي ضيق. هذا جامع البراك، فيه محراب ما شاء الله. طبعا هذا يا اخوان هو حائط البراك، وجامع البراك سمي في جامع البراك لانه بجانب هذا الحائط اللي هو غني عن التعريف، اللي النبي اللهم صلى عليه في ليلة الإسراء والمعراج ربط البراك في هذا الحائط. في هنا حلقة اللي هي بتعود للفترة العثمانية، اللي كثير ناس بيأمنوا إنه النبي اللهم صلى عليه ربط البراك في هذه الحلقة، ولكن إخوان هذه بدع. والحقيقة يعني بالفترة العثمانية كثرة البدع عندهم للأسف الشديد، فهذه بتعود للفترة العثمانية وما لها علاقة في ربط البراك، إنما البراك تم ربطه في هذا الحائط يا إخوان اللي أنتم بتشوفوه. قبت السلسلة الموجودة شرقي جامع قبت الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، طبعا هي يا إخوان أول معلم تاريخي تم بناؤه في المسجد الأقصى المبارك بالفترة الأموية تحديدا، واللي أمر في بناءه اللي هو عبد الملك بن مروان الغني عن التعريف. هذا القبة يا جماعة تقع في النقطة المركزية في المسجد الأقصى المبارك، يعني إذا منروح من الأربع جهات النقطة الوسطى هي هذه القبة، وليس جامع قبة الصخرة زي ما كثير الناس مفكرين إنه هو موجود في وسط الحرم، إنما هذه القبة هي اللي في وسط الحرم يا إخوان. طبعا هذه القبة هي بشكل سداسي كيف أنتم شايفين، فيها 11 عمود اللي بيحملينها من الخارج كيف مبين، وفيها سد أعمدة من الداخل، يعني 11 و6 17 عمود، وهذا المحراب اللي بيعود للفترة المملوكية. هذا المدخل الرئيسي لجامع قبة الصخرة، لنأخذكم فيه جولة من الداخل. بسم الله ما شاء الله، شوفوا يا جماعة الخير ما أجمل الفن المعماري كيف مبين، قاعدين برمموا هنا في مناطق معينة، وهذه الصخرة اللي كثير ناس حابين يشوفوها اللي هي داخل جامع قبة الصخرة. هذا الصخرة يا جماعة الخير، شوفوا جمال القبة الذهبية ما شاء الله، شوفوا كل هذا الزخرفة يا إخوان ما شاء الله، كيف هذا التيجان اللي هي في أعلى الأعمدة، هذا بيسموها التيجان يا جماعة اللي لونها ذهبي. طبعا هذه الصخرة كثير ناس مفكرينها طايرة في الهواء، بس هذا كلام غير صحيح. إذا منيجي هنا يا جماعة الخير على هذه المنطقة نشوف إنه في عنا هنا تجويف صخري لهذا الصخرة وليس الطائرة، فإذا بننزل يا جماعة الخير هنا في كمان منطقة يسمح بها الصلاة. كيف انتم شايفين هنا هي عبارة عن تجويف صخري.